السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كاملين بخير وبصحة جيدة وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد بالقناة. اليوم أخوتي يوم الأحد، هذا النهار إن شاء الله صبيحة ديال الأحد غادي نتوجهوا لواحد البلاصة اللي واعرة تبارك الله، اللي كاينة في المنطقة الشرقية وبالضبط في الإقليم ديال بركان. هذه البلاصة كتستقطب العديد من الزوار بالخصوص في يوم الأحد، لأن راكو عارفين عطلة، الناس تبغي تخرج كتمشي تشوف الطبيعة. البلاصة اللي غادي نمشيو لها خوتي هي تافوغالت. تافوغالت هي المنطقة الرائعة اللي كاينة وسط جبال بني زناسن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كاملين بخير وبصحة جيدة وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد بالقناة. اليوم أخوتي غادي نتجولوا في واحد المنطقة اللي تبارك الله واعرة بزاف، وشوفوا معايا المنظر مورايا كي داير. عرفتوا على ما أظن هذه البلاصة، راني في منطقة تافوغالت. الفيديو السابق أخوتي كنا درنا واحد الجولة في سوق الحد ريسلان، شفتوا معنا الأجواء كي دايرة. من بعد ما كملت بالسوق راني طلعت لواحد البلاصه، والله الا مقبيله وانا نتمشى في الطلعه، والله الا عييت. راني بالمنطقه ديال تافوغالت كما قلت لكم. من بعد ما كملنا بدوك الاجواء ديال السوق شدينا الطريق لتافوغالت، صورت لكم شويه الطريق من ريسلان حتى لتافوغالت، ودروك غادي نزيدو نتجولوا في المنطقه ديال تافوغالت. نتمشى شويه على رجلي، نصور لكم شويه بالسياره. المهم غادي يكون واحد الفيديو متنوع، غادي تشوفوا معنا الاجواء. والصراحه الدعوه عامره بزاف، لان قبيله من جيت في الصباح كانت شويه خاويه، دروك كي راها تقريبا ثلاثه، الدعوه عامره بزاف، واحد العدد كبير ديال السيارات اللي كاينين تقريبا في كاع المناطق. راه كاينه واحد الجهه الفوقانيه اللي قريبه للطريق ديال ريسلان، وكاينه الجهه عاود من تكون جاي من بركان تما، عاود حتى تما الدعوه عامره. المهم تافوغالت عامره بزاف، وغادي تشوفوا بعينكم الاجواء كي دايره. طبعا الا كنتوا اول مره تشاهدوا فيديو من فيديوهات القناه، ادعوكم للاشتراك بالقناه، بارطاجيو هذا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم، ويلاه نتجولوا في تافوغالت. هادي هي البلاصه اللي طلعت لها خوتي، شوفوا كي داير المنظر تبارك الله. يا سلام، راني في وسط واحد الغابه صغيره. شوف كاين شويه الناس اللي دايرين رحلات هكا، عائلات جايبين الماكله ديالهم. شوف المنظر الفوق كي داير، منظر واعر تبارك الله. واحد الهواء نقي بزاف، الهواء بارد هنا في تافوغالت، واخا كاينه الشمس كتحس شويه بالبروده. هذه هي البلاصه خوتي، وغادي دروك نهودوا لتحت لتافوغالت، الجهه فين كاين لي ريستورون، فين كاين بزاف ديال المحلات، الناس الدور كاين اللي يشري كاين. المهم غادي تشوفوا معنا الاجواء كي دايره، بقاو معنا. شوفوا معايا واحد المنظر من الفوق اخوتي، شوفوا الاجواء كي دايره، واحد العدد كبير ديال السيارات اللي كاينين هنا. في كل بلاصه تلقى الناس مستاسيونيا، كاينه هنا كاين الجهه الاخرى عاود. المهم كاع هاد البلاصة عامرة الصراحة. بالنسبة لهاد الجهة يعني في هاد الاتجاه، إلا مشيت هنا على اليمين غادي اتجه نحو ريسلان، منطقة ديال سوق الحد،
وايضا الجهه ديال العيون الشرقيه وجده. المهم هذاك هو الاتجاه. الى وليت لهذا الاتجاه الاخر هنا كتمشي للجهه ديال البركان، وايضا الهيها كاين تما تقريبا الاسواق، كاين عاود دوك المقاهي، كاين دوك اللي كيديروا الطواجن، يديروا الشوا، المهم كل شيء. غادي نقربوا تما، غادي نصوروا لكم كاع هاد الحوايج وغادي تشوفوا معنا الاجواء كي دايره. شوف شوف تبارك الله، عدد كبير ديال السيارات، شو الاشجار. منطقة جبلية اللي واعرة تبارك الله. هنا كاين الطاكسيات. هيا نزيدو نهودو لتحت. الأجواء هي هادي أخوتي في تافوغال. شو تبارك الله كي دايرة الدعوة عامرة. هنا كاين واحد الباركينج تحت هاد الشجر، وهذه هي كدير السونتر ديال تافوغالت. المهم غادي نزيدو نكحزو شوية. هذه الاجواء في تافوغالت اخوتي. هنا كاين لي ريستورون. هنا كاين شي ريستورون، المهم ما كانش كيفاش نديرو، راه دايرين واحد السلك تنوصل لهيه ونصور لكم. يا خوتي هاد الجهة معروفة بالمطاعم، تقدر تشرب اتاي، تقدر المهم تاكل طاجين اللي بغيت. هادي الاجواء. شفتوا معايا ديك البلاصه اللي تمشينا فيها، تما كاين لي ريستورون ديال الطواجن، ديال الشوا، ديال المهم كل شيء تباع تما. كاين الناس اللي تشرب اتاي، المهم اي حاجه بغيتو كاينه تما. والصراحه عامره بزاف. دروك غادي نحاول نطلع شويه لفوق تشوفوا معايا واحد المنظر. هنا خوتي كاين واحد الفضاء للاطفال اللي فيه بعض الالعاب اللي كيلعبوا فيهم بزاوز. هادي هي الاجواء في تافوغالت. راكم تشوفوا الدعوه مشمسه تبارك الله، الاشجار في كل بلاصه. بالنسبه لذاك السوق اخوتي اللي كان في تافوغالت، انفصل دوك المطاعم اللي صورت لكم قبيله شويه، ما بقاش تما السوق، ما عرفتش واش ردوه للجهه الاخرى. غادي نزيد نكحش شويه لقدام باش نشوف. الصراحه مده ما جيت لتافوغالت. المهم السوق ما بقاش في ديك البلاصه، الماء يعني ديك السقايه ديال الماء حتى هي راك حزوها لقدام. وغادي نمشيو نشوف واش كاين السوق في الجهه الاخرى ولا ما بقاش نهائيا في تافوغالت. يلا هو معنا. شوفوا معايا اخوتي هاد البلاصه شحال ولات عامره حتى هي. غادي تشوفوا معايا واحد العدد ديال لي ريستورون اللي كاينين تما. شوفوا السيارات راه تقريبا واحد السطر غادي على واحد المسافه طويله، عامره عامره باللواطه. هادي هي البلاصه فين ولا السوق. هنايا تشوفوا معايا مجموعه ديال المحلات. هاد الجهة ولات محركة بزاف. شوفوا معايا واحد العدد ديال المطاعم اللي كاينين هنا، وفي نفس الوقت راه السوق ولا في هاد البلاصة. شوفوا معايا المحلات وما هادو. يعني السوق بدلوا له البلاصة، ما بقاش ليه. هما المطاعم الخوت، مقهى مطعم القرية.
اخوتي الدعوه مشمسه تبارك الله. هادي هي البلاصه فين كاين لي ريستورون، كان واحد العدد كبير ديال المحلات اللي ولاو هنا، يعني داك السوق اللي كان لهيه راه تنقل ولا في هاد البلاصه. شوفوا الشجر هنا، خوتي راكم تشوفوا بزاف ديال الناس اللي كيجيو الرحلات، كاين الطوبيسات اللي كينظموا الرحلات المنطقة ديال تافوغال. شوفوا معايا الاجواء، هذه هي السقايه الجديده، شوفوا معايا، شوفوا واش مكتوب هنا. واحد الايه، بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حي، واحد الإعلان. هذه سقاية في سبيل الله تحتوي على ماء من البئر محلل وصالح للشرب، أطلب من الجميع احترام دورهم ونظافة المكان. يا أخوتي تبارك الله مخدومة مزيان. هذه كاين جوج ديال السقايات. هنا خوتي ونفصل دوك المطاعم، كاين واحد السيد كيكري لي كواط، سولتو على الثمن قال لي 40000 الساعة، يعني 200 درهم نص ساعة. يا خوتي هما لي كواط راكو تشوفو، ونفصل مباشرة لدوك المطاعم اللي كاينين تما، والبلاصة اللي ولا فيها السوق الجديد كما قلت لكم. شوف واحد الغابة الفوق، هايك السقاية ديال الماء راها في ديك البلاصة بالضبط، هنا فين ولات السقاية فيها واحد الطواليط. شوف واحد المنظر اخوتي الفوق لهيها في ديك الغابه الفوق كاع، كاينه واحد البلاصه بحال القشله، على ما اظن هذيك هي القشله اللي كانت قديمه من عهد الاستعمار، ما عرفتش واش هي هذيك بالضبط ولا ماشي هي هذيك، ولكن كاينه واحد القشله اللي الفوق. هي راها تبان لكم، وهذه الطريق اللي كتدي البركان الا مشينا في هذا الاتجاه، والا ولينا العكس غادي نمشيو للجهه ديال ريسلان سوق لحد. بالنسبه للسوق كما قلت لكم راه ولا في هذه البلاصه، يعني راه ما بقاش في الجهه التحتانيه، راه تبدلت له البلاصه ولا هنايا، زادوا فيه مجموعه ديال المحلات
يعني العدد ديال المحلات ولا كبير، زادوا نظموه شويه، داروا بعض شي مطاعم اخرى اللي تزادوا جداد. خوتي خواتاتي، الجولة ديالنا هي هادي في تافوغال. شوفوا الشمس تبارك الله كي دايرة. الجولة هي هادي، نتمنى تكونوا استمتعتوا معنا، شفتوا معنا بزاف ديال الحوايج اللي كاينين هنا في تافوغال، شفتوا معنا الأماكن ديال المطاعم، الأجواء كي دايرة بصفة عامة، شفتوا معنا السوق فين ولا البلاصة الجديدة ديالو. المهم هادشي اللي كاين الخوت، نتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معنا. طبعا الناس اللي تشاهدنا لأول مرة ما تنساوش أنكم تشتركوا بالقناة، بارطاجيو هذا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم، ونلتقي ان شاء الله في فيديو مقبل ان شاء الله. طبعا الى عندكم شي اقتراحات لفيديوهات مقبله ما تبخلوش علينا، كتبوا لنا لتحت في لي كومونتير، وغادي نحاول نلبي الطلبات ديالكم في اقرب وقت.